بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة خلال هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. أهلا بكم أصدقائي في خامس أيام بطولة زد الدولية للاعبين تحت 17 عام النسخة الثالثة 2024. وصلنا أصدقائي إلى الحسم، إلى قمة الإثارة والمتعة والفصل، ولقاء الدور النصف نهائي مرحلة السيمي فاينل وحلم المباراة النهائية. يداعب أصدقائي أربع فرسان استطاعوا أن يعبروا كل المراحل والمحطات من أجل الوصول اليوم إلى الخطوة قبل الأخيرة، قبل الوصول إلى منصة التتويج وكأس البطولة. الآن أصدقائي سنذهب إلى اللقاء الأول والبطاقة الأولى للوصول إلى المباراة النهائية، وحوار كروي شديد اللهجة والصعوبة يجمع زد اف سي وفاينورد روتردام الهولندي. النهاردة تشكيلة جيدو هوبمان المدير الفني الألماني لفريق زد، يوسف فايز في حراسة المرمى، رباعي في خط الظهر محمد عوض، محمد مصطفى الشيخ، علي أشرف، مؤمن أبو رواش، وثلاثي في وسط الملعب عمرو خالد، ديدو، زياد علي، ومثلث امامي لفريق زد مكون من عمر وليد، سيف ابو القاسم، ومعاذ ابراهيم. على الجانب الاخر فان دين بريخ المدير الفني الهولندي لفاينورد روتردام بيبدا بستين ديمول في حراس المرمى، رباعي في خط الظهر توان تيما فاسوس وماسيو ابريجاندا وجايدن اسبير، رباعي في خط الظهر، وثلاثي في وسط الملعب ايوب روخي وحكيم اجبلويا وريان بول حروز، ومثلث امامي للفريق الهولندي مكون من ماسيو اموا وايزو انتونا ومورينيو جومبل. النهارده هيدير هذا اللقاء تحكيميا حكمنا الكابتن طارق مجدي، ومساعد اول سمير جمال، ومساعد ثاني سامي هلهل، ويبقى اصدقائي الكابتن احمد الحلواني حكما رابعا. على بركة الله انطلقت صافرة البداية. زد النهاردة بالقميص الاسود والشورت الابيض، بينما فاينورد روتردام بالالوان المميزة، فريق الجنوب الهولندي، الفريق العريق صاحب ال116 عام، ودي اول المحاولات، لكن ابعاد على طول من دفاعات الفريق الهولندي فاينورد روتردام. فاينورد روتردام اصدقائي تصدر المجموعة الثالثة، المجموعة سي، بعد ما جمع ست نقاط، ثم في لقاء دور الثمانية تفوق على الفريق الالماني يونيون برلين 3-2. على الجانب الاخر صاحب الضيافة فريق زد كان تصدر المجموعة A، المجموعة الاولى بسبع نقاط، ثم تجاوز في لقاء دور الثمانية فريق استون فيلا بعد ريمونتادا معتادة من فريق زد وفاز 2-1، خطأ في الجبهة اليسرى وضربة حرة مباشرة وبداية قوية لأصحاب الزي الأسود فريق زد اف سي في هذا اللقاء عن طريق مؤمن أبو رواش. أدي الكابتن طارق مجدي بيدير هذا اللقاء، وهنشوف الضربة الحرة المباشرة هتتنفذ ازاي. لقاء من ضمن لقاءات التي لا تقبل القسم على اثنين، وحلم الوصول الى المباراة النهائية بيداعب الاربع فرسان. هنشوف الضربة الحرة هتتنفذ ازاي، هل بالقدم اليمنى ولا باليسرى. اتلعبت على طول على القائم الاول، حلوة جدا جدا، ودي الغمزة، غمزة ولمسة، ولكن فين؟ اعلى من المقص اليمين للحارس ستين ديمول. هنتابع مع حضراتكم لقاء قوي جدا جدا ما بين المدرسة المصرية بأفكار ألمانية وما بين كرة القدم الهولندية المميزة جدا جدا في مثل هذه الفئات العمرية. كرة مقطوعة في وسط الملعب عمرو خالد، لكن مرة تانية الضغط عند ماسيو موا. فريق فاينورد بيضم لاعبين من عدد كبير من الدول، عندنا أيوب أوروخي من المغرب، وحكيم اجبلويا من نيجيريا، ومورينو جامبل من الدومونيك، بالاضافه الى ماسيو قلب الدفاع من زيمبابوي.
الكرة الأمامية، تقدم من معاذ، هل يلحق معاذ؟ لحق، لكن في بداية قوية. النهاردة مباراة في منتهى القوة. ودي الكرة العرضية، كرة عرضية خطيرة جدا جدا، لكن على طول تيما فسوس يعمل إبعاد. مرة تانية التحامات وكرة في قلب الملعب عند حكيم أجبلويا اللاعب النيجيري، لكن التمريرة الأمامية مرة تانية عند اللاعب ريان بالحروز، عايز يعدي لكن الضغط الحقيقي من لاعبي زد. تمريرة للأمام، الدبل باس أقوى من اللازم، تخرج إلى خارج الملعب. اهتمام كبير جدا جدا من كافة المتابعين والمسؤولين. سقوط من احد لاعبي زد، سلامات ان شاء الله. ده محمد عوض احد الموجودين، ادي ديفي فان دين بريخ المدير الفني الهولندي لفاينورد روتردام، واحد من الفرق العريقة في هولندا، احد المدارس الهامة جدا جدا في عالم كرة القدم، واحد من الاندية اللي تم انشائها 1908، 116 عام. تتلعب على طول رمية التماس، تيما فاسوس لماسيو لتيما مرة تانية، التحضير من قلبي الدفاع، التمريرة مرة تانية، هات وخد، تمريرة من محمد، ديدو بيغير اتجاه اللعب، عبد الرحمن عادل واحد من اللعيبة المميزة، عبد الرحمن لدور في التلت الأخير. أدي كورة وتقدم من الجبهة اليسرى عند اللاعب مؤمن، ممكن يلعب العرضية، لكن لسه المحاولات الهجومية، لكن بداية قوية جدا جدا. مباراة لابد أن تنتهي لمصلحة أحد الفريقين من أجل الوصول إلى المحطة الأخيرة، محطة المباراة النهائية. رمي التماس لمصلحة زيد اللي انتزع حتى الآن المبادرة، أدي ترقيصة حلوة وكرة عرضية لكن إلى خارج الملعب، بيأمن عليها ستيندي مول حارس المرمى. فريق فاينورد من الفرق اللي عندها تمرس وعندها أيضا ألقاب في هذه المرحلة السنية، ووصلت إلى المباراة النهائية في النسخة الثانية لبطولة زد الدولية. ايضا على الجانب الاخر، النصف الاخر من السيمي فاينال، مواجهه ناريه مصريه برتغاليه هتجمع ما بين امبي وفيتوريا البرتغالي. بدانا البطوله ب 12 فريق، 6 انديه اوروبيه و 6 انديه مصريه. دخلنا الى دور الثمانيه، كان هناك 4 انديه مصريه و4 انديه اوروبيه، وها نحن اليوم أصدقائي في السيمي فاينال، فريقين من مصر وفريقين من قارة أوروبا يمثلوا هولندا والبرتغال. كرة ورايا، رمي التماس لمصلحة زيد، تجاوزت الكرة خط التماس. ستيندي مول حارس المرمى بيدي تعليمات لرباعي خط الدار، هنشوف الأفكار إيه والاستعداد وحلم الوصول إلى المباراة النهائية. هتتلعب رمية التماس، اتلعبت على القائم الاول على طول، ابعاد من ماسيو بريجاندا اللاعب القادم من زيمبابوي. ادي الكرة العرضية مرة تانية، لكن سهلة في المتناول عند ستيندي مول. ستيندي مول مميز بالطول ستين، تيما فاسوس، ستيندي مول بيوزع كرة عند ماسيو، 189 سنتي ماسيو امبرجاندا اللاعب القادم من زيمبابوي. ادي كورة مرة تانية ومحاولة مرور من ايوب روخي اللاعب المغربي. ايوب روخي صاحب القميص رقم 11، حب يعمل مراوغة لكن التغطية قوية جدا جدا، لكن كان في خطأ وفي صفارة. ماسيو امبرجاندا، تيما فاسوس قلب الدفاع، تيما بيلعب كرة أمامية، عدت تعمل خطورة كبيرة في الجانب الأيمن لمصلحة فاينورد، عايز يعدي، دخل جوه منطقة ال 18 لكن تراجع لاعبي زد والعرضية معدية، لكن على طول تغطية دفاعية 10 على 10، لكن أيضا كان في راية وصفارة تسلل. آدي الراية
من المساعد الكابتن سامي هلهل. هتشوفوا حضراتكم اللقطة مرة تانية، تسلل على ريان بالحروز، تتلعب على طول الكرة، لكن اقوى من اللازم ما يلحقش علي اشرف القائد لفريق زد اف سي. مباراة النهاردة قوية جدا جدا، بتجمع اول المجموعة الاولى واول المجموعة الثالثة. كرة تلعب، رمية التماس على طول، تشتيت وابعاد، كرة عالية عدت المرة دي في اتجاه سيف ابو القاسم، لكن تسقط في وسط الملعب عند حكيم اللاعب النيجيري اللي بيرتدي شارة القيادة لفريق فاينورد روتردام، الفريق الملقب بفخر الجنوب، فريق فاينورد روتردام. رمية التماس تتلعب على طول عمرو، مرة تانية الضغط على مؤمن، لكن موقف صعب جدا جدا، تهرب الكرة الى خارج الملعب علشان تبقى تماس. مرت اول 10 دقايق، التعادل السلبي لازال موجود، حضراتكم عارفين مدة كل شوط 25 دقيقة، علشان كده التفاصيل الصغيرة والاهداف المبكرة تفرق كتير جدا جدا في سيناريو اللقاء. تماس جديد وتدخل جديد من مؤمن، يعمل بيه ابعاد الى خارج الملعب تماس، لسه في حذر وترقب. هتتنفذ رمية التماس، جايدن سبير هينفذ رمية التماس، لعبها على حدود المنطقة ابعاد، لكن على طول التشتيت من محمد مصطفى الشيخ، ترتد مرة تانية الشيخ، يزقها على حدود وسط الملعب، المتابعة موجودة من سيف، سيف ابو القاسم عمل مشوار، انطلق، عنده ستايل جميل سيف، هل يعدي هل يمر، اتضغط عليه جايدن سبير، لكن العرضية مش معدية، عرضية اتضغط عليه بقوة شديدة جدا جدا في الاخير، ترجع عند استين ديمول. تيما فاسوس دايما بيحضر هو وحارس استين ديمول وماسيو، ادي ماسيو، الضغط المرة دي من سيف، يحط رجله تخرج الكرة الى خارج الملعب، ادي جايدن سبير وسيف ابو القاسم النهاردة بيبدأ. ادي الاعلام الكبير كابتن سيف زاهر رئيس نادي زد اف سي، حضور كبير لنجوم المجتمع ونجوم الرياضة والمحبين والعاشقين لكرة القدم المصرية وكرة القدم الاوروبية. بطولة الصراحة حتى الآن بتسير بالمتعة والإثارة والإمتاع من خلال نجوم اليوم والنجوم الغد اللي تتلألأ أصدقائي في ملاعب زد بالتجمع، والنسخة الثالثة من بطولة زد. أدي تدخل، لكن عدت مرت خطيرة جدا جدا في تواجد لفريق فاينورد، وأدي كورة بتسقط، يا ولد يا ولد يا سلام، لكن لسه الخطورة ولسه الهجمة خطيرة جدا جدا، لكن كلمني على الإنقاذ، كلمني على الإنقاذ وكلمني عن إبداع يوسف فايز حارس مرمى زد، بيشيل هدف محقق محقق من على بعد إيه؟ من على بعد 3 متر، لكن عمل استريتش مفيش أجمل ولا أبدع من كده، أخطر لقطة حتى الآن في اللقاء، لكن كان في راية، في راية من المساعد الكابتن سامي هلهل، فرصة خطيرة جدا جدا. بقول لحضراتكم المدرسة الهولندية والطاحونة الهولندية طبعا أحد المدارس العريقة جدا جدا في كرة القدم العالمية. اتلعبت على طول كرة للأمام، علي يزقها، تعدي حكيم، مرة تانية بتسقط الكرة عند ريان، تمريرات ومحاولات، تيما فاسوس يرجع لستين ديمول حارس المرمى، بدأ يبقى في ضغط متقدم من لاعبي زد، تمريرة أمامية في قلب الملعب، حلو التوغل المرة دي من عمرو، يسلم على طول في قلب الملعب، عايز يغير اتجاه اللعب المرة دي اللاعب زياد علي، عنده هدفين زياد في بطولة زد الدولية، كانوا أحدثوا الفارق في واحدة من أمتع وأجمل اللقاءات، لقاء اليوم الأخير اللي كان في مرحلة المجموعات في مواجهة بلاك بيرن الانجليزي. ادي جيدو هوفمان بيتابع اللقاء
وحلم الوصول الى المباراة النهائية على اعتبار انه حلم يراود لاعبي زد من اجل الوصول الى اخر مرحلة والوصول الى منصات التتويج. مرة تانية حوارات وسط الملعب، تسقط الكرة عند ماسيو، يتقدم المرة دي ايزو لكن بتتقطع مرة تانية، تعمل هجمة مرتدة، ديدو ولا سيف تقدم وصل على حدود المنطقة، هل يسدد هل يلعب؟ منتظرين الافكار. ودي كورة وتسديدة حلوة، يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، طلع صاروخ ديدو، عدى وفات وقطع مسافات ووصل جوه منطقة ال 18 وطلع لنا مدفع من مدافع رمضان. بص شوف الحكاية، وبص شوف التسديدة، يا دوب بتخبط في العارضة وتنزل على خط المرمى، كورة مش ممكن مش معقولة، أول فرصة مهولة لمصلحة زد اف سي، لكن ماسيو على طول لاعب الزيمبابوي يعمل ابعاد، فرصة خطيرة جدا جدا، لقطة بلقطة وكلمة بكلمة وفرصة بفرصة في لقاء الدور النصف النهائي، لقاء السيمي فاينال زد وفاينورد روتردام. قلت لحضراتكم مباراة حوار هيبقى شديد اللهجة. ادي كورة امامية خطيرة، التحامات وسرعات، لكن في صفارة، في صفارة وخطأ على اللاعب ريان بالحروز. ادي ريان، ريان بالحروز صاحب القميص رقم 7. ادي اللقطة، صفارة من الكابتن طارق مجدي، ضربة حرة مباشرة لمصلحة زد اف سي. جيدو هوفمان بيكلم لاعبته انها تواصل على نفس المسيرة، ودي التسديدة العظيمة من اللاعب عبد الرحمن عادل، لكن هارد لك عملت تاتش في العارضة العلوية للحارس ستين ديمول، لكن يعني هارد لك لفريق زد لانها بدل ما تدخل يدوب نزلت على خط المرمى. كرة عند مؤمن ابو رواش، قدامه مساحة، عمر وليد مرة تانية لمؤمن، ثنائي الجبهة اليمنى، كسبوا مساحة جيدة ووصلوا الى مكان مثير، عايز يعدي لكن ما يعديش، قفل بشكل جيد على طول جايدن سبير. تمريرة للأمام عند ماسيو أموا، ماسيو عايز يعدي لكن المهارة، يتدخل محمد مصطفى الشيخ على طول بيقطع ويدي الأفضلية لفريق زد. ديدو مرة تانية يرجع مؤمن، التمريرة اتضغط عليه ممكن تعمل خطورة، نخلي بالنا في التمريرات التلت الأخير. أدي كورة عرضية باك باس لكن التغطية موجودة 10 على 10. تمريرة للأمام، بدأت الكورة تتقطع، فاينورد بيضغط في التلت الأخير، أدي كورة خطيرة جدا جدا، وأدي ترقيصة وهدف أول، هدف أول، لكن في راية، في راية من المساعد الكابتن سامي هلهل، تسلل على ريان بالحروز. هتشوفوا حضراتكم الإعادة مرة تانية، بالفعل كان متقدم ريان بالحروز لكن خطير فريق فاينورد. أدي الكورة وادي التمريرة وادي اللمسة، والله التسلل كان على اللاعب ماسيو امواه اللي لمس الكرة قبل تحرك اللاعب ريان بالحروز اللي كان في وضعية سليمة ريان، لكن ماسيو هو اللي كان في موقف متسلل. مرة تانية محمد عوض بيغير اتجاه اللاعب من اقصى اليمين لاقصى اليسار، عمر بيربط المرة دي هات وخد، لكن التسديدة ببطن القدم عالية عالية عن ال 2 متر 44 سنتي. خطير فريق فاينورد روتردام. ستينديمول بيحضر مع تيما فاسوس في قلب الملعب عند اللاعب ايزو، بيوزع كرة في اقصى الجبهة اليمين، انطلاقة من ماسيو اموا،
ماسيو اموات دخل وبيلعب كرة عرضية خطيرة جدا جدا، لكن في التحام 10 على 10 سلامات، سلامات قبل 10 على 10 من الحارس يوسف فايز، عنده جرأة وجسارة كبيرة جدا جدا ان هو يلتحم مع المتوغل من الخلف للامام، لكن سلامات. ادي المحاولات الخطيرة جدا جدا لفريق فاينورد. بقول لحضراتكم المدرسة الهولندية واحدة من اعرق المدارس الاوروبية والعالمية، ومهتم جدا جدا بقطاع الشباب والناشئين، عشان كده عندهم كونفدرالية، كونفدرالية من مختلف الجنسيات المتواجدة سواء افريقية او اوروبية ضمن تشكيلة ال 11 لاعب اللي بدأ بيهم فاينورد روتردام. لكن سلامات يا يوسف، من ابرز الحراس حتى الان في البطولة يوسف فايز، لكن سلامات في بعض اللقطات بتبقى تتطلب شجاعة كبيرة واقدام، عارف ان انت ممكن يبقى في صدام، لكن بصوا حضراتكم الفرصة الكبيرة جدا جدا اللي تصدى ليها يوسف فايز، عمل الفراشة والنجمة وطلع كورة تقريبا على بعد 5 متر فقط من خط المرمى، وحافظ وابقى شباكه نظيفة حتى الان في لقاء خطير ومثير، وبالفعل يعبر عن فرقتين كبار من اجل الوصول الى المباراة النهائية. اتلعبت الكورة، معاذ يحط تمريرة حلوة في قلب الملعب، زياد غير اتجاهاته، زياد واحد من اصغر اللاعبين مواليد 2008، لكن يقع وفي اشارة بالاستمرار، ادي ايزو اللاعب الخطير وتسديدة، لكن في المتناول على مرتين، على مرتين يوسف فايز، بيلعبوا بإيجابية وبيحاولوا يصلوا إلى مرمى فريق زد من أقصر الطرق. أدي الكرة اللي فقدها زياد، كان عايز ياخد خطأ، لكن حكم اللقاء الكابتن طارق مجدي أمر باستمرار اللعب. أدي كرة مرة تانية، لكن بترجع وتتحول إلى خارج الملعب ركنية. وصلنا للدقيقة 20، التعادل سلبي لكن لقاء مثير. ادي النجوم، كوكبة النجوم اللي موجودة في ملاعب زد بالتجمع، كابتن رضا شحاتة ايضا متواجد، والادارة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم بتتابع البطولة من اللقاء الاول. ادي اتلعبت على طول الركنية، لكن الابعاد موجود والسكند بول موجود عند لاعبي فاينورد، والكرة المتسقطة، لكن على طول بيحل المشكلة يوسف، عايز يعمل الهجمة المرتدة، لكن تصل الكرة سهلة عند ستين ديمول. ستين ديمول بيهدي اللعب ومنتظر تراجع لعبته، علشان كان الكل متقدم للأمام في الركلة الركنية. ستين ديمول، تيما فاسوس منتظر التحركات، دايما بيعتمد عليهم فريق فاينورد في التحضير. ادي الكارت لإيزو أونتانا، سلامات ليوسف، سلامات، التحام القوي اللي كان في اللقطة اللي خد فيها صاحب القميص رقم 19 كارت، دكتور أحمد، كابتن علاء نبيل، عدد كبير جدا جدا من نجوم كرة القدم مسؤولين ومهتمين بمثل هذه المنافسات والبطولات الدولية، بطولة زد الدولية في نسختها الثالثة، أقوى البطولات أصدقائي على مستوى العالم في مثل هذه الفئة العمرية تحت 17 عام. كورة، كورة خطيرة جدا، أدي الكورة، أدي التدخل اللي على أساسه رفع الراية الكابتن سامي هلهل، لكن ريان كان في وضعية سليمة. سلامات ليوسف، إن شاء الله يقدر يكمل. ديفي فاندين بريخ المدير الفني لفاينور بيتابع اللقاء، بيأمل بالوصول الى المباراة النهائية في النسخة الثالثة للمرة الثانية على التوالي. هنستأنف اللقاء وتتلعب الكورة، التحضير المعتاد من ثنائي السنتر باكس، ثم التمريرة الامامية اللي دايما موجودة على الطرف اليمين او الشمال، يا اما عند ريان بالحروز يا اما عند ماسيو اموا. مرة تانية تيما فاسوس
تقدم كسب مساحة، عمل الزيادة، أوجد مساحة عند ريان. ريان بالحروز عايز يعدي، لكن يا ولد يا ولد يا ولد حط رجله، عوض 10 على 10. لكن ادي التدخلات القوية من حكيم، حكيم اللاعب النيجيري. رمي التماس، ادي ريان بالحروز عنده مهارات عنده قدرات، لكن محمد عوض 10 على 10، اصطادها نكشها من امام ريان. مؤمن ابو رواش، عمر يرجع مرة تانية المؤمن، ادي الضغط المتقدم من فاينور، ترقيصا من الشيخ، لكن في موقف خطير بيحاولوا يستخلصوا الكرة من اقرب نقطة. على طول يحل المشكلة يوسف ويزقها الى نص ملعب فاينور في اتجاه سيف ابو القاسم. بدأ ينتزع وسط الملعب لاعبي نص الملعب لفاينور، وينتشروا ومركزين على الجانب الايمن، لكن على طول شايف بيميل عمرو خالد، بيميل بجوار مؤمن ابو رواش علشان يقفل الزياده العدديه. توان سخينس الظهير الايمن هينفذ رميه التماس. توان سخينس تتلعب على طول رميه التماس، ادي التحركات، الشيخ عايز يلف ويدور بيه، فعلا تدخلات قوية، ودي لمسة لكن قافل قافل الزاوية الضيقة 10 على 10. يوسف فايز. بنلعب في الدقيقة الأخيرة أصدقائي من عمر وزمن الشوط الأول، التعادل السلبي لازال موجود أصدقائي في النص الأول من لقاءات الدور النصف نهائي في بطولة زد الدولية، لقاء بيجمع زد اف سي مع فاينورد روتردام. كرة للأمام، التمريرة عند سيف، ممكن يقدم ايه سيف، اتحرك لكن انتظر تقدم زمايله، عمل محطة جيدة واستفاد وخد رمي التماس. هنشوف كابتن احمد الحلواني هيضيف كام دقيقة وقت محتسب بدل ضاعف في احداث الشوط الاول، لكن خلينا نشوف رمية التماس عند مؤمن. اتلعبت على طول رمية التماس، محاولة للضغط وتمريرة يسيبها زياد عند محمد عوض، هيغير اتجاه اللعب. معاذ دخل لكن في اعاقة وصفارة، ضربة حرة مباشرة لمصلحة زيد. 4 دقايق وقت محتسب بدل ضائع اصدقائي في كل مكان في نهاية الشوط الاول، الشوط المثير، الشوط اللي شفنا فيه ملامح هجومية سواء من زيد والكرة اللي ارتدت من عرضة استنديمول، وشفنا فرص خطيرة جدا جدا من جانب فاينورد روتردام. هنشوف الضربة الحرة والتفاصيل والكرات الثابتة، دايما بتحدث الفارق، لكن نشوف ايه الافكار. اتلعبت الكرة على الارض، جملة 1-3 جميلة جدا جدا، وادي الغمزة، مش ممكن مش معقولة، فرصة كبيرة جدا جدا، لكن كلمني على التنفيذ. لسه بقول لحضراتكم الافكار في تنفيذ الكرات الثابتة، كرة على الطريقة المصرية وعلى طريقة الكان الافريقية. الله، لو حضراتكم تتذكروا 98 والكابتن الجوهري واللقاء المباراة النهائية، يا عيني على الثلاث لمسات والثلاث دقات، لكن شالها ماسيو، شالها ماسيو من على خط المرمى قبل الغمزة. بصوا المتابعة، مش ممكن، جملة جميلة جدا جدا، كانت هدف تاني لمنتخبنا في المباراة النهائية أمام البافانا بافانا، لكن المرة دي ماسيو بيشيلها، بيشيلها من على خط المرمى، فرصة كبيرة جدا جدا كانت ممكن تدي الأفضلية لزيد. كرة وإعاقة، لكن في إتاحة لعب لأن فرصة واعدة. أدي ديدو بيعمل تمريرة للأمام، عمر وليد بينقض وبياخد الكرة، التدخلات والالتحامات قوية جدا جدا ما بين لاعبي الفريقين. إشارة بالاستمرار، لكن كرة ما اتظبطتش إلى خارج الملعب، لكن نفذ الضربة الحرة فريق زد، مفيش أجمل ولا أبدع من كده. اتعملت 10 على 10 واتشالت تشيب باس من فوق الحارس استنديمول، لكن أنقذها بكفاءة كبيرة جدا جدا ماسيو امبريجاندا. فرص خطيرة هنا وهناك،
لكن لازال أصدقائي التعادل السلبي موجود في ملعب زد بالتجمع وأولى لقاءات دور السيمي فاينل. ديدو الشيخ مؤمن أبو رواش، التمريرة الأمامية، تحرك من سيف لكن مقطوعة من جايدن، ترجع مرة تانية عند ماسيو، لكن في سقوط جديد. سلامات، بقول لحضراتكم في اندفاع بدني، حلم الوصول الى المباراة النهائية حلم كبير. صحيح احنا كلنا هدفنا الاحتكاك والقاء الضوء على هؤلاء اللاعبين الشباب اللي بيمثلوا نجوم اليوم ونجوم الغد القريب، لكن احتكاك على اعلى مستوى. ادي النجوم المتلألئة اللي موجودة، ودي جايدن جيدو هوفمان المدير الفني بيتابع اللقاء، وحلم الوصول الى المباراة النهائية لازال حائر، حائر ما بين زد اف سي وفاينور. سلامات، خرج لاعب زد يتلقى العلاج خارج الملعب ان شاء الله. سلامات، تبقى سلامة اللاعبين هي المهمة الاولى للجميع، وبنلعب في الدقيقة الرابعة تقريبا من الوقت المحتسب بدل ضائع والمقدر بأربع دقايق. أدي المزعج الخطير اللاعب إيزو بيحضر كورة، لكن التسديدة سهلة جدا جدا، لكن بيقدروا يعملوا خطورة، بيقدروا يعملوا خطورة من خلال التمريرات العميقة والانطلاقات. يوسف فايز نزل بالسلامة، محمد عوض، أدي الكورة. لكن في هذه الأثناء أصدقائي المشاهدين والمتابعين، حكمنا الكابتن طارق مجدي يطلق صافرة انتهاء أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون انتصار أو انكسار. انتصف المشوار والحوار. إلى الملتقى أصدقائي مع بداية الشوط الثاني ولقاء زد اف سي وفاينورد روتردام. أشكركم وتحياتي وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد أصدقائي المشاهدين والمتابعين، نعود مع حضراتكم وأحداث الشوط الثاني من لقاء زد وفاينورد روتردام وأول لقاءات الدور النصف نهائي لقاء السيمي فاينال أصدقائي في بطولة زد الدولية للاعبين تحت 17 عام النسخة الثالثة 2024. على بركة الله أصدقائي انطلقت صافرة بداية الشوط الثاني، تابعنا شوط أول مثير خطير متبادل ما بين الفريقين وفرص عظيمة مهدرة من هنا ومن هناك، لكن التعادل السلبي انتهى به أحداث الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني جيدو هوفمان عمل تبديل وتعديل، خرج مؤمن أبو رواش ونزل علي محمد علي صاحب القميص رقم 17، وعلى الجانب الآخر المدير الفني ديفي فان دين بريخ المدير الفني لفايدر عمل تبديلين وتعديلين، خرج ماسيو أموا صاحب القميص رقم 22 ونزل دريجو رامبو بوكس، وخرج أيضا إيزو ونزل كلايفن ني هايسو. هنشوف التبديلات والتعديلات وأثر هذه التبديلات من أجل الوصول وحلم الوصول إلى المباراة النهائية، مباراة قوية جدا جدا. كرة مقطوعة وتتعمل تمريرة للأمام، سيف عمل كنترول بشكل جيد، محاولة تقدم المرة دي من عمر وليد، لكن الضغط على عمر ياخد رمي التماس المرة دي لمصلحة فاينور. توان سخينس الظهير الأيمن بيلعب رمية التماس، لكن خطأ في تنفيذ رمية التماس
بناء على إشارة الكابتن طارق مجدي بيتكلم، هينتقل رمية التماس لمصلحة زد اف سي. ادي قدام حضراتكم المدير الفني الهولندي فان دين بريخ، صاحب 34 سنة، دايما في الفئات العمرية بيختاروا اجهزة فنية قريبة من سن اللاعبين عشان يبقى فيه تواصل. اتلعبت على طول رمية التماس مقطوعة عند مورينيو جامبل، مرة تانية كرات سيف عايز يعدي، هل عدت الكرة؟ عدت. إشارة من الكابتن سمير جمال المساعد الأول تدي تماس لمصلحة زد اف سي. جيدو هوفمان دايما معودنا بتبديلاته وتعديلاته في الشوط الثاني تحدث تأثير ونشوف شكل تاني وطعم تاني. ما زلنا في الانتظار. رمية التماس، علي بيلعب كرة داخل المنطقة تسقط مرة تانية على حدود المنطقة، ادي لمسة زياد بيحط كرة حلوة في مساحة جميلة عند عوض، عايز يعمل الهات وخد لكن اتقفلت، لكن لسه الكرة تحت سيطرة زد. ادي محاولة للتمرير ما تعديش، وتسديدة من عمرو لكن عالية لكن تملي. زد بيحاول ان هو يكشر عن انيابه ويعبر عن نفسه في بداية دايما كل شوط، منتظرين اللقطات المضيئة ومنتظرين الحلويات. والحلويات طبعا في كرة القدم عندما تهتز الشباك ونشوف الاهداف. ادي الكرة امامية وادي التحام لكن على طول تغطية دفاعية 10 على 10، المرة دي من علي اشرف القائد، غطى في توقيت مناسب جدا جدا علي امام اللاعب البديل كيلفن. تماس جديد ومحمد عوض هينفذ رمية التماس لمصلحة زد، وزي ما تعودنا في احداث الشوط الاول بيحاول لاعبي فاينورد انهم يضغطوا بكثافة عددية كبيرة ويغلطوا فريق زد في التحضير. ادي مرة تانية ريان بالحروز لكن في موقف متسلل ورايا من المساعد الدولي الكابتن سمير جمال، ضربة حرة غير مباشرة. ادي اللقطة وادي التمرير ومحاولة دايما ايجاد المساحة على الاطراف، شغل هولندي الطاحونة الهولندية. ادي طبعا المدير الفني كان بيأمل انها ما تبقاش تسلل اللقطة اللي فاتت ديت. ادي كورة وتمريرة للامام لمصلحة زد من الجبهة اليمين، كورة بالعرض، ادي لمسة مرة تانية سيف بياخد الكورة لكن وضعية استعجل سيف، حطها له عمر وليد لكن سيف ابو القاسم. ادي الكرات العرضية، ديدو بيعمل عرضيات حاول يصطادها سيف، هيأها عمر وليد لكن التسديدة من سيف ابو القاسم ضعيفة الى خارج الملعب. الكرات القطرية الامامية في المساحات بالحروز، ريان بالحروز بيحاول يلم، هل خرجت الكرة؟ لسه الحوارات لكن صفارة من الكابتن طارق، خطأ لمصلحة زد ضد اللاعب ريان بالحروز. ادي ريان بالفعل تجاوزت الكرة وفي شد وجذب واضح. تتلعب الضربة الحرة، كرة عالية في وسط الملعب سقطت المرة دي لمصلحة زد. زياد عم يوزع عند علي، لمسة واحدة حلوة، مرة تانية عمر وليد عايز يحل بالمهارة لكن يقطع حكيم اللاعب النيجيري القائد لفاينورد، بيحطها تمريرة أمامية لكن أقوى من اللازم ويأمن عليها الشيخ محمد مصطفى الشيخ، هو وعلي أشرف هما اللي بيتحملوا عبء التأمين الدفاعي ومن خلفهم الحارس الأمين يوسف فايز. يوسف هيلعب ركلة المرمى، الكرة العالية على حدود وسط الملعب، عمر وليد متفوقين هما في الأطوال. تماس جديد لمصلحة فاينور، أيوب أروخي بيسيب رمية التماس عند توان سخينس. توان سخينس الظهير الأيمن، ادي اللمسة الرأسية من كيفن عايز يسيطر عليها حكيم لكن بتخرج الى خارج الملعب. تماس جديد لمصلحة زد، ادي التعليمات والتوجيهات.
تصدروا المجموعة سي فريق فاينورد بعد انتصارين وهزيمة في الجولة الأخيرة بعد ما كانوا ضمنوا الوصول إلى دور الثمانية. محمد عوض بيعمل فنت حلو ويسلم في قلب الملعب ديدو، تقدم ديدو للأمام لكن الضغط مرة تانية وتمريرة مشتركة تتقطع كرة عند كيلفن، بيسقط كرة خطيرة جدا جدا، لمح يوسف فايز متقدم في الأمام، حب يحطها وان تاتش لكن كيفن تسديدته بتمر إلى خارج الملعب. أدي كيفن اللاعب صاحب القميص رقم 9 اللي دفع بيه المدير الفني ما بين الشوطين. يوسف فايز المرة دي يلجأ إلى التدرج بالكرة، التحضير من التلت الأول للتلت الأوسط، عايزين نصل إلى التلت الأخير. أدي تمريرة حلوة دبل باص، أوجدوا المساحة عند معاذ عايز يعدي ويفوت لكن في اعتراض وفي إشارة باستمرار اللعب. تمريرة أمامية بدون عنوان هيسيبها يوسف عشان ياخد ركلة مرمى. الكل عليه، أهمية المباراة واضحة جدا جدا، التفاصيل الصغيرة مين ينتزع هدف المبادرة. شايف كريم جمعة بيستعد ايضا للنزول من جانب فريق زد اف سي. المرة دي كنترول، كرة مقطوعة بالحروز يزقها في مكان خطير لكن على طول بالذكاء محمد مصطفى الشيخ يحط جسمه ويسيب الكرة وياخد ركلة مرمى. هينزل كريم جمعة في تاني التبديلات والتعديلات وهيخرج عمر وليد عبد الرسول. جيدو هوفمان في تاني تبديلات وتعديلاته في تشكيلة زد اف سي. هنشوف كريم جمعة واحد من الأسماء اللي ممكن تحدث الفارق في نتيجة هذا اللقاء. هنأمل ان احنا نتفرج النهاردة على حاجات حلوة. رمية التماس، ماسيو هيلعب، ماسيو إبرجاندا اللمسة الرأسية، عمرو يسيبها العالي يزقها في قلب الملعب مرة تانية، شد وجذب بيقع زياد، كرة عند كيفن عايز يرقص خطير جدا جدا لكن على طول إبعاد وعالي يحط رجله ويشتت الكرة إلى خارج الملعب علشان تبقى ركنية لمصلحة فاينورد روتردام، ركنية لفاينورد. ادي الكرات وادي السقوط من زياد علي لكن بدون اخطاء. مواقف بتبقى خطيرة جدا جدا لما بيفقد الكرة على حدود المنطقة. ادي كرة وابعاد خطير ومهم ومثير من يوسف فايز لكن على طول تكملة وابعاد. كرة في قلب الملعب بترتد تعمل باند لكن يطلع 10 على 10، واحد من نجوم اللقاء حتى الآن يوسف فايز بيتعرض لالتحامات واشتراكات. هيطلع ريان بالحروز وينزل صاحب القميص رقم 20 جيمي لارمان وأيضا صاحب القميص رقم 18 تيوان فاندير، وخرج ايضا اللاعب مورينو جامبل. تبديلات وتعديلات، اربع تبديلات وتعديلات حتى الان في تشكيلة فاينورد روتردام. الكل بيبحث عن البطاقة الاولى للوصول الى المباراة النهائية، شرف طبعا كبير جدا جدا وتنافس كبير. كرة مرة تانية في وسط الملعب، التمريرة في اتجاه توان سخينس بيعمل ابعاد. ادي جانب كبير من الحضور مختلف الجنسيات ومختلف البعثات، زي ما بقول لحضراتكم الكل موجود وحاضر بيتابع الكرة اللي بتتكلم بمختلف اللغات في بطولة زد الدولية. مرة تانية محاولات لكن كنترول المرة دي الى خارج الملعب. كريم جمعة هيسيب رمية التماس ويتقدم للأمام. كل بيتابع باهتمام اللقاء اللي لازال على المحك ما بين زد اف سي وفاينورد. تماس جديد وعلي
والقلق واضح طبعا، وحلم الوصول للمباراة النهائية. بقول لحضراتكم حدث كبير، تابعنا أكتر من بطولة بتقام على صعيد الدول الأوروبية في مثل هذه المراحل السنية، مفيش مثل هذا التنظيم ولا مثل هذه الأحداث موجود في أي بقعة من بقاع الأرض زي ما بنشوف مثل هذه البطولة الكبيرة اللي بينظمها مسؤولي زد. تتلعب على طول رمية التماس، وبدأنا ندخل في الأوقات الصعبة، ولا زالت الالتحامات قوية جدا جدا. سلامات لعلي أشرف في التحام قوي مع كيفن في الحوار الفضائي في اللقطة اللي فاتت ديت، لكن علي لعيب راجل. أدي التدخل قوي جدا جدا من اللاعب البديل كليفن. صفارة ضربة حرة، ونزل الجهاز الطبي للاطمئنان على القائد علي أشرف. لعب كامل اللقاءات بكامل الدقائق علي أشرف، واحد من السنتر باكس. ادي النجوم، وادي النجم الكبير الكابتن حمد صدقي والكابتن محمد ابو العلا والمسؤولين عن قطاعات الناشئين وقطاعات الشباب في نادي زد اف سي. اهتمام كبير جدا جدا، بيحاولوا بالفعل من خلال منظومة احترافية انهم يضعوا قدم جديدة بشكل جديد في كرة القدم المصرية. ايضا جنسيات مختلفة موجودة وتحت عيون الادارة الفنية والكابتن علاء نبيل. ادي النجم الكبير الكابتن سيف زاهر، ولفيف من النجوم ولفيف من الشباب، الكل موجود وحاضر بمختلف الاعمار. مرة تانية بنستأنف اللقاء، وصلنا اصدقائي في كل مكان للدقيقة 39. اللقاء حتى الآن لم يبح بأسراره، التعادل السلبي قائم. يوسف فايز، حضراتكم عارفين طبعا لوائح بطولة زد الدولية في حالة استمرار التعادل بنلجأ مباشرة إلى ركلات الترجيح. أدي كورة بتسقط، ممكن سيف يتقدم، سيف أبو القاسم عايز يعدي ويفوت، لكن على طول تدخل من تيما فاسوس يعمل إبعاد، وفي واقع لاعب على الأرض إن شاء الله سلامات. نزل له الجهاز الطبي بيطمئن عليه. أيضا الاستعدادات الطبية على أعلى مستوى في بطولة زد. أدي انطلاقة سيف أبو القاسم، لكن على طول تيما فاسوس قلب الدفاع القوي لفريق فاينورد التحم في اللقطة اللي فاتت ديت. بقول لحضراتكم النهاردة التحامات قوية جدا جدا لرغبة لاعبي الفريقين لاستكمال المشوار واستكمال الحلم والوصول إلى المباراة النهائية. ركلة ركنية وتبديل، هيخرج زياد علي وهينزل صاحب القميص رقم 20 اللاعب عمر فولي. تبديل هجومي من جيدو هوبمان، واحنا بنلعب في الدقيقة 40. ادي الجهاز الطبي بيطمئن على تيوان سخنيس الظهير الايمن. مشدات ومشحنات، لكن على طول بيتدخل حارس المرمى بذكاء ستين ديمول علشان يمنع الشد والجذب. أعمار سنية محتاجة لسه خبرات، وعشان كده بتقام مثل هذه البطولات، يكتسبوا ثقة، تتشال الرهبة، يبتدي رجليهم تدوس البساط. كل دي إضافات مهمة جدا جدا لهؤلاء اللاعبين في هذه الفئة السنية. هنعود للقاء بركلة ركنية لمصلحة زد اف سي، هنشوف هتتنفذ ازاي. اتلعبت قوية على القائم التاني. ادي مرة تانية الراسية، والفولو موجود، لكن في الاخير سهلة، راحت سهلة في المتناول وسقوط جديد نتيجة الالتحامات المرة دي للاعب ماسيو امبرجاندا، اللاعب ذو الاصول من زيمبابوي. سلامات ان شاء الله، بنأمل السلامة للجميع. كل الفرق المشاركة بتثني على حسن التنظيم وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. المنقطع النظير في هذه البطولة
تعليمات وتوجيهات لأيوب أوروخي وسلامات لماسيو إمبرجاندا، أسماء طبعا فريق فاينورد، أسماء يعني مختلفة، أسماء إنجليزية وأسماء هولندية وأسماء عربية وأسماء أيضا إفريقية، كوكتيل كونفدرالية في تشكيلة فاينورد روتردام، فخر الجنوب في هولندا، صاحب 116 عام، لازال بيتلقى العلاج، وجيدو هوبمان في استشارات ومداولات ومناقشات، لكن بنستأنف أحداث اللقاء بعد ما وصلنا أصدقائي للدقيقة 43، بدأنا ندخل في التوقيت الصعب في عمر وزمن هذا اللقاء. أدي كورة عدت المرة دي الشيخ لكيلفن، بيقف على كورته أيوب أوروخي عايز يعدي ويمرر، لكن لا زالت الكورة تحت أقدامه اللاعب المغربي، لكن تدخل 10 على 10 برجولة تسقط عند حكيم، بيوزع حكيم كورة في أقصى الجبهة اليسرى، لكن تمريرة أقوى من اللازم، ما يلحقش اللاعب جايمي لارمان، أحد البدلاء اللي دفع بيهم فاندين بريخ المدير الفني الهولندي. ادي ايوب اوروخي اللاعب المغربي، وادي تمريرة حكيم للاعب جيمي لارمان. لازال اللقاء متوقف، سلامات اصابة جديدة، لكن ان شاء الله سلامات، ما زلنا بنبحث عن الهوية الأولى والبطاقة الأولى للمباراة النهائية في بطولة زد الدولية. ادي الأعمار السنية المختلفة اللي بتتابع بطولة زد، أجواء غير، أجواء مثالية. هنستأنف اللقاء، يوسف بيلعب ركلة المرمى، كرة في وسط الملعب عالية تصل عند حكيم، بيوزع كرة حكيم عند اللاعب جيمي لارمان، رمي التماس لمصلحة فاينورد، ترجع عند ماسيو بيعلي على حدود المنطقة، علي بيعمل إبعاد، أدي السكند بول على طول تشديد في محاولة لإبعاد الخطورة عن منطقة ال 18 لفريق زد، أدي التقدم الأمامي لمصلحة زد، وتمريرة حلوة جدا جدا في مساحة عند كريم، عايز يمرر كريم تمريرة بينية أمامية، لكن للأسف مش معدية، ترجع عند حكيم، حكيم لماسيو بيلعب كورة للأمام، محمد عوض كنترول من عوض، ترجع مرة تانية عمرو، علي بيسلم عوض، يسحب كورته ويقف على كورته بثقة. علي أشرف التمريرة في قلب الملعب، حلو اللعب، حلو الأداء، الوان تاتش، لكن فين التمريرة الدليفري، التمريرة السحرية اللي تترجم وتكمل الجملة، الجملة الفنية الخططية. الضغط المرة دي إيجابي من عمر فولي، وتبديل كيفن خان، كيفن خان صاحب القميص رقم 21، هيخرج حكيم أجبولويا، حكيم أجبولويا النيجيري هيخرج، وينزل اللاعب كيفن خان، كيفن خان صاحب القميص رقم 21، خامس التبديلات والتعديلات. تتلعب على طول رمية التماس مقطوعة، لكن عمرو يعلي الكنترول الحلو والترقيص الحلو من ديدو، وتمريرة مرة تانية عند كريم، لكن تاكلينج قوي جدا جدا من توان، رمية التماس لمصلحة زد، وبدأنا نلعب في آخر 5 دقايق من الوقت الأصلي للقاء، منتهى القوة ومنتهى الجدية من لاعبي الفريقين في الالتحامات وفي الإبعاد وفي الاستخلاص، روح عالية جدا جدا بيأدوا بيها هذا اللقاء. أدي كورة مرة تانية وإبعاد من اللاعب أيوب أوروخي، كرات ولمسات وحوارات وسط الملعب، يشيلها عمرو، يردها مرة تانية اللاعب ماسيو، سقوط على الأرض، لكن في إشارة بالاستمرار،
مرة تانية محاولة للانطلاق من عمر فولي، تدخلات قوية جدا جدا، كريم جمعة عايز يعدي، لكن مرة تانية التحامات قوية جدا جدا، ايوب اروخي عدى وفات ايوب، بيعمل انطلاقة حلوة، اللاعب المغربي خطير جدا عايز يعمل التمريرة، لكن يا ولد يا ولد يا ولد تسلم وقفتك وتسلم رجليك. علي اشرف منع تمريرة خطيرة جدا جدا بعد ما عدى وفات ايوب اروخي اللي قدام حضراتكم، اللاعب المغربي اللي اصبح القائد لفاينورد روتردام بعد ما خرج حكيم اللاعب النيجيري. المدير الفني الهولندي فان دين بريخ متواجد مع فريق فاينورد من 2020، اديله 4 سنين مع هذه الفرقة، عشان كده عارف قدرات وامكانيات لاعبيه بشكل كبير جدا. مرة تانية كرة عند كيفن، وتسديدة خطيرة جدا جدا، تسديدة من اللاعب البديل لسه نازل طازة، اللاعب كيفن خان حط تسديدة أرضية قوية جدا جدا، لكن ينقذها يوسف فايز، الصراحة عامل مباراة كبيرة جدا جدا. ادي كيفن خان اللاعب اللي لسه نازل تسديدة حلوة وانقاذ بديع من يوسف فايز. ركنية لمصلحة فاينورد من الناحية اليمين، خطير فريق فاينورد بلا شك، احتكاك مفيد جدا جدا، اتلعبت على طول الكورة، ابعاد 10 على 10، مرة تانية بترتد، لكن التكملة الدفاعية سليمة جدا جدا في اتجاه معاذ. مرة تانية ماسيو بيعمل تمريرة، لكن في لمسة يد على اللاعب كيلفن، واحد من اللعيبة اللي تم الدفع بيهم في احداث الشوط الثاني، لمسة اليد موجودة واضحة تماما في الاعادة. هتتلعب الضربة الحرة من غير تحضير، كرة للامام، لكن في تبديل، شايف اللاعب زياد الجزار هينزل بديلا لسيف ابو القاسم. زياد الجزار صاحب القميص رقم 7 بديلا لسيف ابو القاسم في ثالث التبديلات والتعديلات من جيدو هوفمان، المدير الفني الالماني اللي متولي قيادة فريق زد اف سي. كرة للامام خطيرة، لكن على طول ابعاد، يرجع الكابتن طارق مجدي يحتسب خطأ. سلامات، الكل بيطمئن، اندفع بقوة، اللاعب بيلعب بكفاءة بدنية كبيرة جدا جدا، اللاعب البديل كيلفن التحم. سلامات، الكل بيطمئن عليه، ونزل الجهاز الطبي للاطمئنان على كيلفن. وادي التبديل، الدفع بزياد الجزار بديلا لسيف ابو القاسم، اخر التبديلات والتعديلات، ووصلنا اصدقائي للدقيقة 50 والتعادل السلبي لازال موجود. وسلامات في خدش كده بسيط، لكن سلامات، قام اللاعب كيلفن، تكوينه الجسماني جيد، لكن سلامات، طبعا لابد ان يتوقف الدم تماما قبل ما يسمح له بالدخول من جديد الى ارضية الملعب. حضراتكم عارفين اللجنة المنظمة لبطولة زد هتبقى هناك جوائز لافضل اللاعبين وافضل الحراس وهداف البطولة وجائزة الفير بلاي وعدد من المفاجآت الضخمة الكبيرة العالمية، هتبقى غدا بمشيئة الرحمن في مسك الختام لبطولة زد الدولية. وعندنا 3 دقايق في نهاية هذا الحوار اللي حتى الآن مشتعل على وضعية شديدة جدا جدا وعلى المحك ما بين لاعبي الفريقين. تقدم كريم جمعة عايز يعدي من لاعب والتاني، لكن مفيش مساحات، وفي رقابة وفي حذر وفي حرص شديد على الوصول الى بر الامان او خطف هدف هو الضربة القاضية والوصول الى المباراة النهائية. ما زلنا في الانتظار وبدأنا نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت البديل. ادي الجزار عايز يعدي الجزار، لكن تتزق
غابة من اللاعبين في المنطقة، منطقة ال18، كرة وإبعاد، مرة تانية تمريرة أرضية عايز يرقص، لكن تيوان سخينس يعمل إبعاد، رمي التماس لمصلحة زيد، جهد كبير الصراحة بذله لاعبي الفريقين، جهد مشكور وأداء عالي الجودة وروح عالية جدا جدا. أدي ديدو تتزق الكرة من أمامه، لكن الضغط يعود من جديد لزيد، توزيع وتغيير اتجاه لعب، كنترول من محمد عوض، لف ودار بيربط، عمل انطلاقة، يا ولد يا ولد يا عيني يا عيني، لكن في راية وفي مساندة من الكابتن سامي. هل هالخطأ لمحمد عوض؟ عملوا الدبل باس واوجدوا المساحة بشكل مميز جدا. بص شوف الدبل باس والانطلاقة من عوض، لعيب مميز جدا جدا، محمد عوض في الجانب الايمن لفريق زد اف سي. الخطأ موجود، ضربة حرة مباشرة، وبنلعب في الثواني الأخيرة من الثلاث دقايق. هل يا ترى نشوف ضربة قاضية فنية جميلة؟ هنشوف ونتابع الضربة الحرة. الكل تقدم، ولاعبي فاينورد تقريبا كلهم تراجعوا للخلف، عارفين بنلعب في آخر الثواني. أدي الكورة العرضية قوية جدا جدا، قوية وعالية، خرجت إلى خارج الملعب، سددها علي، اتلعبت ركلة المرمى، كرة للأمام، عدت الشيخ يردها مرة تانية، خلاص مفيش وقت للأخطاء، الكل بيحاول إنه يحدث الفارق، لكن الكفاءة البدنية تقطع الكرة اللي فاتت. وبالفعل أصدقائي حكم اللقاء الكابتن طارق مجدي يسدل الستار على هذه القصة وهذا الحوار بالتعادل السلبي اللي هيوصلنا أصدقائي إلى ركلات الترجيح لكي نرى من هو صاحب بطاقة التأهل الأولى إلى المباراة النهائية. خمس ركلات ترجيح لكل فريق هتحسم من هو الفريق الذي سيتأهل إلى المباراة النهائية. تعادل سلبي هو اللقاء الأول اللي هنصل فيه إلى ركلات الترجيح. الأربع لقاءات في دور الثمانية كلها انتهت في الوقت الأصلي للقاء، لكن أول لقاءات بطولة زد الدولية اللي بنصل فيها أصدقائي إلى ركلات الترجيح. لكن أداء كبير من لاعبي زد اف سي وأيضا من لاعبي فاينورد روتردام، أدوا ما عليهم، قدموا وعبروا عن نفسهم. أدي الوجوه الجميلة اللي موجودة في ملعب زد بالتجمع في مختلف الأعمار، أولاد وبنات، سيدات ورجال من كل الفئات العمرية، وحرص شديد جدا جدا على متابعة فعاليات بطولة زد اللي انطلقت يوم 25 وهتنتهي بمشيئة الرحمن غدا يوم 30. بطولة دولية ضمت 12 فريق، 6 فرق أوروبية و6 فرق مصرية. أدي أبرز اللقطات، ودي اللقطة اللي أصيب فيها كيلفن، لكن سلامات، قام وتعافى، لكن يمكن اصطدم بالكاميرا، لكن سلامات، خدش بسيط. ودايما كرة القدم هي لعبة الرجال الأصحاء الأقوياء. ادي ابرز اللقطات والفرص الخطيره، لكن تالق حارسي المرمى وتالق العارضه بالنسبه للحارس ستين دامول منعت وصول هذا اللقاء الى اهداف هنا او هناك. الكابتن طارق مجدي بيعمل طبعا القرعه ما بين لاعبي الفريقين، وهنبدا نتابع مع حضراتكم الخمس ركلات ترجيح كمرحلة أولى. طبعا خلاص حضراتكم حافظين، وآدي النجم الكبير، نجم حراس المرمى وتدريب حراس المرمى الكابتن فكري صالح، أيضا بقول لحضراتكم كوكبة من مختلف الأجيال ومن مختلف المدارس التدريبية موجودة هنا في ملعب زد بالتجمع وبطولة زد الدولية. تركيز من اللاعبين قبل الدخول إلى ركلات المعاناة، ركلات الترجيح، ركلات الحظ،
زي ما انت عايز تقول قول، لكن هي مهارة وهي ثقة وهي ايضا توفيق كبير وعدم توفيق. هنشوف مع حضراتكم الحوار اللي على بعد 11 متر اتكتب فيه كتب وفي اكثر من طريق من اجل ضمان التسجيل، وبالنسبة للحراس من اجل الانقاذ. علشان كده هنشوف حوار ما بين اصحاب الاختصاص وما بين الحراس. هنشوف ستيندي مول ويوسف فايز حارسي المرمى والمبارزة الثنائية اللي هتبقى ما بين اللاعبين هنا وهناك، وحوار على بعد 11 متر هو بعد منطقة ركلة الجزاء عن خط المرمى. تعليمات وتوجيهات من الكابتن طبعا طارق مجدي بيدي تعليماته الأخيرة لحارسي المرمى. طبعا حضراتكم عارفين بضرورة تواجد أحد قدمي حارس المرمى على الخط أثناء التنفيذ. يبدو أن أول ركلة ترجيح هتبقى من نصيب زد ومن نصيب محمد عوض. هنشوف كل الأمنيات الطيبة، كل التوفيق، دعاء، وطبعا بيتبارك كده محمد عوض بقراءة القرآن. هنشوف الحوار، أول حوار على بعد 11 متر ما بين ستيندي مول الحارس الهولندي صاحب ال 17 عام ومحمد عوض لاعب زد عنده هدف محمد. هنشوف هدوء وتركيز وداخل محمد، داخل محمد وجول جول جول جول. الركلة الأولى، الركلة الأولى والكلمة الأولى لمصلحة الزد اف سي محمد عوض. زي ما سجل في منافسات بطولة زد بيدرك الركلة الأولى بنجاح. هنشوف أول الركلات صاحب القميص رقم 9 اللاعب كيلفن ويوسف، حوار على بعد 11 متر. أول الركلات لفاينورد كيلفن، داخل كيلفن ولكن حطها بمثالية شديدة، حطها بقوة كبيرة جدا جدا في منتصف المرمى. 1-1 تنفيذ أمثل هنا وهناك أصدقائي. الإثارة مستمرة والمتعة مستمرة والحلم لازال يداعب هنا وهناك. عمرو خالد تاني ركلة ترجيح، بيركز عمرو. هنشوف القرار وحوار مع ستيندي مول. داخل عمرو، داخل عمرو، داخل عمرو، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. حطها 10/10. جيدو هوبمان على طول بيديله التحية لأنه حطها بمثالية. المباراة على وجوه الجميع. وزد أصدقائي تتقدم 2-1 في ركلات الترجيح بعد تنفيذ أمثل لعمرو خالد. هنشوف تاني الركلات مين اللي داخل يتصدى في تاني ركلة ترجيح لفاينورد. صاحب القميص رقم 2 جايدن سبير، جايدن ويوسف فايز. هنشوف جايدن هل يا ترى يبسطنا ويدلعنا. هنشوف جايدن سبير على بعد 11 متر، داخل جايدن، داخل جايدن، وبيصد وبيصد. يوسف يا عيني عليك، يا عيني عليك ويا عيني عليا. يوسف فايز هدية، هدية حلوة جدا جدا. توقع التسديدة وعمل التراي 100% علشان يبقي حظوظ زد وتبقى النتيجة أصدقائي 2-1 فاينور. تالت ركلة ترجيح أعتقد ده كريم جمعة، كريم جمعة وحوار مع ستيندي مول. بيحاول
كريم وبيحطها ضعيفة جدا جدا وبينقذها الحارس ستين ديمول، وفرحة كبيرة على دكة البدلاء وعلى وجوه لاعبي فاينورد لان كريم حطها ضعيفة جدا جدا. كريم فكر اكتر من تفكير وتوقع ستين ديمول الزاوية وينجح في انقاذ ركلة الترجيح، وتظل النتيجة 2-1. ايوب اوروخي اللاعب المغربي في ثالث ركلة ترجيح لفاينورد، وحوار مع يوسف فايز. ايوب ويوسف، ايوب داخل، ايوب داخل، ايوب بره 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 بره، ويبقى التقدم اصدقائي بره. تانية كورة، لكن يا عيني على الاعصاب، اعصاب رايحة جاية ودراما دراماتيكية، مباراة ماراثونية ودراما كبيرة جدا جدا، حطها اعلى من المرمى ايوب اوروخي علشان يظل التقدم اصدقائي لمصلحة زد 2-1. رابع ركلة ترجيح، هنشوف مين اللي داخل يتصدى. اعتقد عمر فولي في مواجهة ستين ديمول. عمر داخل، عمر داخل، عمر يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على ثالث لجوان. عمر فولي يحطها بمهارة كبيرة وبمثالية كبيرة علشان يرفع النتيجة أصدقائي لمصلحة زد، وتصبح النتيجة بعد رابع ركلة ترجيح 3-1. فرحة كبيرة على طبعا وجه الإعلام الكبير الكابتن سيف زاهر. هنشوف رابع الركلات، لو أنقذها يوسف يبقى سلامات سلامات ومبروك لزد اف سي. هنشوف ماسيو في رابع ركلة ترجيح في مواجهة يوسف. داخل ماسيو، داخل ماسيو، وبيحطها بيحطها علشان يزلل النتيجة أصدقائي، وتصبح النتيجة 3-2. آخر ركلة ترجيح، هنشوف مين اللي داخل، صاحب القميص رقم كام. راح لها يوسف لكن التمريرة كانت قوية، أعتقد ده الشيخ محمد مصطفى الشيخ. لو سجلها نقول له بركاتك وحلاوتك وسلامتك ومبروك زد المباراة النهائية. معاذ هو اللي داخل، داخل معاذ وبيحط جول 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 جول. مبروك زد، مبروك زد على الوصول إلى المباراة النهائية بعد تنفيذ أمثل، علشان زد يفوز أصدقائي على فاينورد بعد ركلات ترجيح بنتيجة 4-2. حطها 10 على 10، فرحة كبيرة وإثارة كبيرة ولقاء دراماتيكي ولقاء ماراثوني. معاذ بيحط الكورة علشان تصبح النتيجة في الأخير أصدقائي 4-2 فاينورد روتردام. مليون مليون مبروك لفريق زد اف سي، هارد لك للاعبي فاينورد على ادائهم وعلى مشاركتهم وعلى الروح الكبيرة. لكن زد اصدقائي بيضرب موعد غدا في المباراة النهائية في انتظار الفائز من لقاء امبي وفيتوريا اللي هينتقل بعد قليل لحضراتكم. لكن في الاخير مليون مليون مبروك لزد لاعبين وجهاز فني ومسؤولين. تحياتي اصدقائي ايمن الكاشف، إلى اللقاء. Thank you.
لا ما يبص على الطرف بس ما ينفعش ما ينفعش بعد ما دخل 10 دقايق ربع ساعة